زي ما قلت لحضراتكم من شوية لنادي الزمالك، ونتكلم عن موضوع الإشاعة اللي طلعت على إيقاف القيد. الأستاذ أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة نادي الزمالك. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. الله يخليك استاذ محمد، مساء الخير. إزاي حضرتك؟ تمام الحمد لله، ربنا يخليك. تسلم أستاذ أحمد. بالنسبة للإشاعة اللي طلعت بالنسبة إن الزمالك جاله جواب من الفيفا بإيقاف قيد، مفيش الكلام ده حتى الآن؟ لا، هو في كان ميعاد بخصوص أتشن بونجر المفروض خلال الأسبوع ده، وحتى الآن لم نخطر بشيء يعني. ولا حاجة خالص. خالص لغاية دلوقتي. طيب، بالنسبة لبرضو الموضوع بتاع حمدي النقاز، هل نادي الزمالك وصلوا 160 ألف دولار من حمدي النقاز فعلا؟ لا لا، لغاية دلوقتي برضو ما وصلناش حاجة، الكلام يمكن سمعناه أو يعني زي ما حضرتك سمعته بالظبط، لكن رسميا ما وصلناش أي حاجة. المفروض ان هو كان في 115 الف دولار متاخرين، و50 الف دولار بنالتي المفروض زياده، يبقى 165. بس لغايه النهارده لا، لم يتم سدادهم رسميا. مفيش لا، لكن انتوا في انتظار ده يعني؟ حصل كلام مع النقاز او النقاز اتصل بيكم؟ المفروض لا، ما اصلا مفيش اتصالات. هو المفروض ان في هو عليه ايقاف، المفروض ان هو بيستوفي المبلغ ده عشان يبدا يلعب الموسم بتاعه يعني. تمام. طيب استاذ احمد سالم، بالنسبه لنادي الزمالك وايجاريا، هل ايجاريا فعلا اجتاز الكشف الطبي بنجاح وهيلعب بكره المباراه الوديه امام بتروجيت؟ هو مازال في مرحله الكشف الطبي، اجتاز جزء كبير منه وان شاء الله بكره يستكمل. ولعبه او عدم لعبه دي امور تخص جوميز بقى كمدير فني، مستر جوميز هو اللي يحدد مدى يعني جاهزيته او استعداده للعب من اول مباراه او جزء منها. لكن هو الفتره الجايه هيكون في متابعه فنيه، وبعد كمان اجتياز الكشف الطبي من مستر جوزي جوميز ومن لجنه الكوره ان شاء الله. مبدئيا من متابعتكم كده استاذ احمد، لعيب كويس، لعيب فعلا يبقى يحق يعمل الاضافه للزمالك؟ لعيب اسمه كبير طبعا ومعروف، لكن احنا عايزين نطمئن على جاهزيته دلوقتي او على مستواه الحالي يعني. طيب، هل بالنسبه لل الزمالك منتظر يبقى في تعاقدات جديده قبل يوم 25؟ الو، معلش ما سمعتش حضرتك. بقول لحضرتك يا استاذ احمد، هل الزمالك منتظر انه يبقى في تعاقدات جديده قبل يوم 25، ولا الزمالك اكتفى بالامور حتى الان مع اضافه ايجاريا يعني؟ لو ما حصل بعض الملفات مفتوحه من يعني من هنا ليوم 25 ان شاء الله، نشوف هترسي على ايه، لكن حتى الان اي صفقه رسميه يعني هتنتهي هيعلن عنها على طول. لكن وارد يعني، ده اللي اقصده. وارد. كل الامور وارده. وارد ولكن غير مؤكد يعني. بوبنزا، هل حصل نادي رابيد بوخارست فتح اتصالات معاكم؟ لا، لغايه النهارده برضو يعني حسب ما علمنا ان نادي رابيد بوخارست بيتواصل مع الفيفا، والفيفا تواصل مع الاتحاد المصري، والاتحاد المصري بلغهم ان البطاقه عنده وانها ملك النادي الزمالك. ده كل تطورات بوبنزا حتى الان. لكن الزمالك ماشي في طريقه لسه. هو اصل عارف انت ما ينفعش تروح تشتكي حق يعني تقدم حاجه معانا غير لما يتم استدعائك او طرح الموضوع رسميا. أوكي. لغايه النهارده لو حد طالبنا بالبطاقه هنقدم ملفنا. تمام. لكن طب حتى برضو كان عندي خبر ان الوكيل بتاعه حاول الاتصال بنادي الزمالك وبالمسؤولين يعني نحاول نحل ودي، هل الكلام ده حصل؟ لا رسميا حتى الان لا. ولا حتى اللعيب تم العرض ان اللعيب ممكن يجي الزمالك وتتحلل برضو الازمه؟ لا رسميا حتى الان كل اللي حصل زي ما قلت لحضرتك ان هم طلبوا البطاقه من الفيفا، والفيفا طلبها من الاتحاد المصري، والاتحاد المصري لم يرسلها لانها مملوكه لنادي الزمالك. ده بناء على طلب نادي الزمالك؟ اه. لا مش بناء، ده قانونا ما ينفعش اتحاد عنده بطاقه من نادي محلي وموثقه وعلى النظام الدولي للفيفا ويسلمها بدون عقود او بدون يعني ما تستوفي الشكل القانوني. هل الزمالك هيكمل في هذا المشوار؟ اكيد اكيد طبعا، الزمالك مش هيسيب حقه طبعا، مش هيسيب حقه في موضوع بوبنزا ده خالص اطلاقا. طيب استاذ احمد، خليني برضو اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا، والتصريح اللي هو عامل كلام كتير. هل نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر زي ما قال الكابتن حسين لبيب امبارح، ده هيبقى شعار النادي في الفتره القادمه يعني؟ مثلا زي شعار الاهلي مثلا فوق الجميع، ده هيبقى شعار نادي الزمالك؟ ممكن، ليه لا، هو فعلا ده شعار الزملكاويه او ده انطباع الزملكاويه تجاه ناديهم جماهيريا ورسميا. وهي يمنع حاجه زي كده؟ لا انا بسال حضرتك يعني بخصوص، لا لم يصدر قرار رسمي، بس احتماليه اصداره كبيره. ايه المشكله؟ احتماليه اصداره وارده بالظبط. طب والكلام اللي اتقال انه هيبقى على بوابات نادي الزمالك؟ حتى الان لسه ما فيش قرار بكده برضه، ده كلام سوشيال ميديا يعني.
يعني هي تفكير اصل هو يعني هو جمهور الزمالك يعني او حتى جمهور واداره مستغربين من فكره الاعتراض على حاجه زي كده. تمام. يعني انا مش فاهم النهارده واحد الاتحاد شايف نفسه سيد البلد، والمصري شايف نفسه بلد الرجاله، والاسماعيلي برازيل مصر، والاهلي فوق الجميع، اشمعنى لما الزمالك بقى اكبر قلعه رياضيه حد اعترض؟ مش حد يعترض. كل واحد بيسمي فريقه وبيشجعه على ان هو، حتى مش في مصر بس، حتى في انجلترا، في اي بلد في العالم، كل واحد يعني بيسمي فريقه وبيشوفه زي ما هو عايز يشوفه، محدش ليه حق يعترض اصلا. تمام تمام تمام. احنا ما قدمناش مثلا في مسابقه رسميه ولا قلنا طلبنا توثيق رسمي، ده سلوجن زي اي سلوجن لاي شركه. طيب اخبار التجديد مع عبد الله السعيد ايه؟ لا حتى الان لسه ما فيش يعني اجراءات هيعلن عنها، لكن طبعا عبد الله السعيد يعني حاليا عمود اساسي من اعمده النادي ورمز واسطوره وقدوه، ويعني حاجه. عبد الله لعيب كبير. عبد الله لعيب كبير طبعا، وجوده في نادي الزمالك مهم جدا بالنسبه لنا طبعا. يعني اذا ان ممكن مثلا يبقى الكلام فيه بعد ماتش السوبر ان شاء الله، طبعا يشرفنا ويسعدنا واكيد يسعد عبد الله لانه سعيد جدا بوجوده في نادي الزمالك. طيب بالنسبه ليه برضو الزيزو، الكلام برضو هيتاجل لبعد مباراه السوبر ولا كان فيه؟ اعتقد ده ملف مهم ومهم جدا للجنه الكوره الجديده اللي تم تشكيلها. طبعا من اهم ملفات لجنه الكوره ان شاء الله هو التجديد لزيزو. النادي احنا متمسكين بزيزو، زيزو رمز من رموز نادي الزمالك، وكلنا شفنا دوره كقائد للفريق وكحد يمكن احسن لاعب في مصر في السنوات الاربعه اللي فاتت. ومتمسكين، وهو اكيد متمسك بنادي الزمالك وبجمهور نادي الزمالك بنفس القدر بالظبط، بغض النظر عن الارقام اللي احنا سمعناها. لا ما يعني ده مش محل نقاش دلوقتي، لكن المؤكد ان زيزو متمسك بالزمالك والزمالك متمسك بزيزو. وشيكا ودوره في الفترة الأخيرة؟ شيكا دوره قائد وكابتن داخل وخارج الملعب، وقائد في أوضة اللبس، طبعا دوره حقيقي ومؤثر جدا، ورمز. شيكا أسطورة نادي الزمالك التاريخية. هيكون جاهز للسوبر ولا لسه شوية؟ إن شاء الله شيكا جاهز من دلوقتي. يعني يكون جاهز إنه يبقى في الملعب؟ لا قصدي في الملعب. إن شاء الله ده قرار المدير الفني بقى هو اللي. لا أنا أوكي، لكن هو جاهز بدني وفني والكلام ده كله، ده اللي أقصده. طبعا طبعا. الحمد لله. اكيد اكيد. استاذ احمد سالم اشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك، شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك. استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره نادي الزمالك.